حالة لوحده، حالة لوحده. القنطرة شرق، إحدى لجان القنطرة شرق في الإسماعيلية، شوفوا الفيديو ده وأعتقد لا لما نشوفه مش هنبقى محتاجين نتكلم، شوفوه الأول. ايه؟ ايه رأيكم؟ يعني الراجل بيزحف على قد ايه؟ يعني داخل اللجنه على قد ايه؟ وده ما تقدرش تقول حشدوه، لانه هو بيسأله لجنتك كام؟ بيقول له لجنتي كذا، فهو الراجل عرف لجنته ورايح للجنته. اعرضوه تاني يا جماعه، يعني اعرضوه تاني معلش في الناس تشوفه. ده لوحده بقى، يعني شوفوا اهل الشهداء بيقولوا ايه؟ ده لوحده كمواطن يبعت رساله لكل الناس اللي عندها، يعني مش عايز اقول ايه، مش عايز اقول كلام يعني مش لطيف، يعني مش هقول قصور فهم، قصور في الرؤية، لا، بس في ناس كتير جدا مش شايفة الحالة. يعني هذا الرجل اللي داخل اللجنة يزحف، ده على دماغنا اللي عمله، واصراره انه يروح الانتخابات، هو شايف ان ليه حق في البلد، وشايف ان في صوت بيحافظ عليه، بيحافظ عليه. ده لوحده يقدم رسالة لكل الناس يقول لهم يا جماعة، يعني والله ما في معنى يلخص الصورة دي، ما فيش معنى ولا كلمة تلخص صورة هذا المواطن اللي عنده هذا الإصرار إنه يدلي بصوته ويشارك في الانتخابات الرئاسية. ولو جيت تسأله، لو جيت تسأله بتعمل كده ليه؟ هيقول لك عشان البلد. ولو جيت تقول له إيه البلد بالنسبة لك وهو قد يكون في أزمة مالية، في مأزق، في 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 في، لكن هي البلد، الوطن اللي هو قاعد فيه، إحساسه بيه احساس عالي جدا. اعتقد انه هذا المشهد هو مشهد اليوم، يعني ده مشهد اليوم الثاني في الانتخابات. احنا امبارح قلنا انه مشهد اليوم هو صوره الضابط اللي شايل الست الكبيره، النهارده هو ده مشهد اليوم الثاني في الانتخابات، مواطن القنطره شرق في الاسماعيليه الذي دخل اللجنه الانتخابيه حبوا على يديه ليدلي بصوته. أنا الحقيقة يعني سيادة محافظ الإسماعيلية، يعني وسيادة محافظ الإسماعيلية رجل فاضل جدا اللواء ياسين طاهر، أنا بنشده يا فندم، يعني شوفوا هذا المواطن، دوروا عليه، شوفوه فين، شوفوه محتاج إيه، محتاج كرسي مثلا يتحرك بيه، شوفوه، يعني محتاج أي مساعدة، أي حاجة. هذا المواطن الحقيقة لابد أن يكرم، لابد أن يكرم. وبعدين كان سهل ممكن تقول لي يعني اصل المشهد هو اصر ان محدش يشيله، يعني كان ممكن حد يشيله يجيبوا له كرسي، لكن هو اصر انه يدخل. اهو اهو، يعني رجع الحته دي كده لو سمحت، اهو يعني هو العسكري بيمد ايده عشان ممكن يشيله، لكن هو مصر انه يدخل حبوا الى اللجنه. يا سياده محافظ الاسماعيليه اللواء ياسين طاهر، شوف المواطن ده، لانه المواطن ده الحقيقه اكرم البلد كتير بموقفه ده، وعرى ناس كتيره جدا، يعني قاعده تتفلسف وقاعده تنظر علينا بقى لهم كذا شهر في مساله الانتخابات الرئاسيه. هذا المواطن يعني على دماغي من فوق، زي ما بقول لحضراتكم ده مشهد اليوم التاني. طيب خليني اسمع من صديقي العزيز الدكتور حسن رادي. يا دكتور عامل ايه؟ انا قالوا لي ان دكتور حسن راتب معانا، قلت لهم لازم يشوف معانا الفيديو ده. محلي يا دكتور محمد، الفيديو ده قول لي بقى شفته ازاي؟ ان انا اخد الشرف بتاع ان انا اخد هذا الرجل ويجي الجامعه وهو في القنطره شرق. طيب القنطره شرق، واحنا نتولى عن سياده المحافظ مكافئته، وده مش مكافاه ولا حاجه، انت عارف التكافل الاجتماعي ده يحقق سلاك اجتماعي اول ما نهينا عن فيه القادر على فكره. صحيح. فاسمح لنا ان احنا ناخد الشرف. لا انا بشكرك، بشكرك يا دكتور. هم اول ما قالوا القنطره شرق اسماعيليه قلت بس الدكتور حسن يشوف الفيديو ده معانا، وانا بناشد هو انه هيوصلوا بقى، اول الناس عندك ان شاء الله في الجامعه يوصلوا له، المحافظه حتى، يعني اللي هو ياسين طاهر يساعدنا في انه احنا نوصل له،
وانه حضرتك خلاص متكفل بيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا دكتور، بشكرك. قول لي